سوريا طبعا وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قوات النظام السوري سيطرت بشكل كامل على مدينة منبج الموجودة بالشمال السوري. طبعا هي من إحدى المراكز الأساسية للمنطقة بهذيك بالمنطقة بشمال سوريا خلينا نقول. وأعلنت الشرطة العسكرية الروسية أنها رح تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيش التركي أو خلينا نقول يعني وقوات النظام بشمال سوريا. وطبعا نائب وزير الخارجية الروسي أيضا حكى أنه عن سعي البلاد لتفادي حصول أي اشتباك بين القوات التركية وقوات النظام السوري بعد التصعيد اللي صار بآخر كم يوم، وبعد طبعا يعني حتى يعني فينا نقول يتجنبوا حدوث نوع آخر من الصراعات غير التركي الكردي يصير تركي سوري مرة أخرى يعني. صحيح.